أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الاعتداء التركي السافر على شمال سوريا، ووصفه بالاعتداء على وحدة التراب السوري. وأشار المرصد إلى أن النظام التركي في إطار تلك العملية يتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية بسوريا، حيث يسعى التنظيم الدولي للإخوان إلى تقسيم الدولة السورية ووضع أجزاء منها تحت الوصاية التركية. وقال المرصد في بيانه إن هذا الاعتداء يساعد على تحويل شمال سوريا إلى ساحة حرب مفتوحة تساعد على تنامي وتفريخ الجماعات الإرهابية.